معروف بالملا كريكار مؤسس جماعة أنصار الإسلام الكردية بخمس سنوات. وقد أدين الملا كريكار بتشجيع الهجمات الانتحارية والإدلاء بتصريحات تحمل تهديدا لزعيمة الحزب المحافظ المعارض أرنا سولبرغ. وينضم إلينا الآن من أوسلو نجم الدين فرج أحمد المعروف بالملا كريكار مؤسس جماعة أنصار الإسلام الكردية. سيد كريكار، كيف تقبلتم هذا الحكم؟ نعم، كان أمرا متوقعا بعدما أعادونا إلى المربع الأول، وأعتقد هذه القضية أيضا كانت من ضمن المسلسل الذي استمر هذه السنوات الأخيرة لكي يوقفوا نشاطاتي، مرة بمحاولة تسليمي إلى الأردن بتهمة بيع الهيروين، ومر بتهم أخرى عن القتل، ثم الإلصاق بالإرهاب، ثم حلقة وصل بين القاعدة ونظام صدام حسين، ثم محاولة ما سمي بتمجيد العمليات الاستشهادية، وهكذا طبعا. فأعتقد الآن نفس الشيء، خصوصا بعدما زادت نشاطاتنا في الآونة الأخيرة وبدأنا نلملم جراحنا ونلملم قوانا من جديد حتى نظهر مرة أخرى كقوة إسلامية في المنطقة الكردية، وهذا بالتأكيد لا يرغب فيها لا الأكراد العلمانيون كآخر خندق في بلادنا ولا خصومي هنا في النرويج. يعني هذه الاتهامات العديدة التي استعرضت بعضها الآن تنفيها نفيا كاملا؟ نعم، بكل تأكيد، بكل تأكيد، هي كلها قضايا مختلقة، وأنا وجهت إلي أكثر من 120 تهمة إلى الآن. لكنك برأت من بعضها، لماذا هذه المرة أدنت بهذه الاتهامات الأخيرة؟ نعم، هذه المرة أيضا خلطوا كثير من المسائل، منها ما تحدثت عن حرق القرآن والحكم الشرعي في حرق القرآن من قبل أوغاد من الأكراد هنا في النرويج، ثم تبيان ذلك في الملأ العام كحكم شرعي، وثم هم اعتبروها هذا تهديدا لهؤلاء الثلاثة من الأكراد، وكذلك عندما تكلمت ما اعتبروه أيضا تهديدا لوزيرة أو رئيسة حزب هنا في النرويج، فجمعوها كلها ورتبوها كتهمة جنائية، لأنهم لا يستطيعون أن يقدموني للمحاكم على معتقدي أو على ما أبديه من رأي أو على ما أعمل من عمل جماعي، ولا بد من إطار جنائي حتى يستطيعوا أن يقدموني للمحكمة، وقد فعلت وهم فعلوا أيضا. نعم، ولكن ما سميته سيد كريكار رأيا أو حكما شرعيا، إذا كان يدعو لضرورة القصاص أو المس بحياة شخص لأنه قال رأيا ما أو فعل فعلة ما، ألا يسمى هذا فعلا حثا على القتل ربما يستوجب المحاسبة القانونية؟ لا، أنا في اعتقادي أن هذا هو تبيان الحكم الشرعي، أي إعطاء المعلومات information، إعطاء المعلومة عن إذا واحد ارتكب عملا مثل هذا العمل الذي اتفقت الأمة على ارتداد المسلم إذا فعل ذلك. فبالعكس، أنا اعتبرت أنني أعطيت معلومات وثيقة ومهمة في المذاهب الأربعة كحكم شرعي لكي لا يكرره آخرون، أو هو نفسه لا يكرره، أو هم لا يكرروا مرة أخرى كما عزموا على ذلك أنهم سيعيدون الكرة كل عام ويحرقوا القرآن في تاريخ معين. في النهاية سيد كريكار، ما هي الإمكانية الآن لاستئناف هذا الحكم؟ نعم، موجود، أنا طعنت في الحكم وطلبت الاستئناف، وخلال 5 أشهر المقبلة، 4 أشهر 5 أشهر، أحاول مع المحامين ترتيب وضعنا من جديد والرد بشكل تفصيلي أكثر على تهمهم وترتيبها بشكل القانوني حتى نستطيع أن نتخطى هذا.